صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 66 لسنه 2023 بتعيين مدير في الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئه وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الاعلى للبيئه جاء فيه تعين السيده ليلى علي احمد سبيل مديرا لاداره تغير المناخ والتنميه المستدامه في الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئه